عاجل وفاة الإعلامية نعمة رياض شقيقة الفنانة رحمة رياض اليوم الثلاثاء 23 نيسان 2024. إليكم التفاصيل. أعلنت الفنانة رحمة رياض اليوم الثلاثاء وفاة شقيقتها من والدها الإعلامية نعمة رياض، حيث نعت رحمة رياض أختها خلال ستوري على حسابها بموقع انستغرام، وكتبت ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي من والدي، ودعت رحمة رياض لأختها الراحلة وكتبت اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال وأجعلها في نعيم لا يفنى وأجمعنا بها في جنة الفردوس. وطلبت رحمة رياض من متابعيها الدعاء لشقيقتها رياض مقدمة برامج فنية اجتماعية، وهي الابنة الأصغر للفنان الراحل رياض أحمد وأخت الفنانة الشابة رحمة رياض. نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها، إن لله وإنا إليه راجعون. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ولايك للفيديو ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.